وزير الزراعة قام بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة بتعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وده لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والتعامل بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات. عايزين نعرف تفاصيل عن الموضوع المهم ده. معنا الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي. يا دكتور أنور، تحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير. تحياتي لحضرتك أستاذة آية وكل سنة وحضرتك بألف خير. يعني تفاصيل الموضوع المهم ده خاصة خلال الإجازة وفكرة التنسيق مع بعض المؤسسات وأجهزة الدولة الأخرى. أولا يا فندم أنقل تحياتي لحضرتك وتهانينا القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتهانينا القلبية بمناسبة عيد الفطر لمعالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجموع الشعب المصري وخاصة قناة كسرى نيوز. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حضور عيد الفطر المبارك. حضرتك يا فندم، بناء على توجيهات معالي وزير الزراعة وتوجيهات وتعليماته بالتشديد على منع التعديات على الأراضي الزراعية وتأكيده على استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر، تم تشكيل غرف عمليات بناء على تكليفات وتوجيهات معالي الوزير على مدار الساعة خلال إجازة الفطر للتصدي تعليمات مشددة للإدارة المركزية لحماية الأراضي بإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أجازة العيد، والتعامل الفوري بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة وإحالة المخالفين إحالتهم إلى التحقيق. بناء على تكليفات وجهات مع الوزير، هناك خطوة استباقية لتشكيل غرف عمليات في أجازة العيد الفطر للتصدي للتعديات لمن تسول نفسه بعض أصحاب النفوس الضعيفة. تسول لمس في أجازة العيد الفطر، إحنا بناخدش أجازة يا فندم، بنشتغل جمعة وسبت على مدار الساعة وفي الأجازات. عيدنا يا فندم إن إحنا نحافظ على كل شبر من الأراضي الزراعية المصرية. ليه؟ الأرض الزراعية دي يا فندم ثروة قومية، ده كنز بيتوارثه الأجيال جيل بعد جيل، التعدي عليه غير مسموح إطلاقا، لأن حضرتك هناك أنواع عديدة من العنف والإرهاب، التعدي على الأراضي الزراعية ده أنا بعتبره نوع من أنواع الإرهاب. إن ده بيؤدي إلى تآكل الرقعة الزراعية، يؤثر على الاقتصاد القومي بفقد عديد من الأراضي الزراعية. الخطوة دي أول مرة تتم السنة دي يا دكتور أنور، ولا دي كان بتتم في كل أجازة؟ في عيد الفطر السابق معالي وزير الزراعة السيد القصير بدعمه لينا وتوجيهاته ويحمل دائما على عاتقه الحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية بناء على توجيهات القيادة السياسية. في العيد الفطر المبارك الماضي تم تشكيل غرف عمليات بناء على توجيهات معالي الوزير، وكانت اول مره تشكل غرف عمليات بوزاره بالاداره المركزيه لحمايه الاراضي، وايضا في عيد الاضحى وتم تشكيل غرفه عمليات طبعا في الاجازه. رصدتوا مخالفين؟ النسيب يا فندم، وتم التعامل قد ايه بقى يا دكتور انور كده، والتعامل معهم ازاي؟ حضرتك في خط الساخن في وزاره الزراعه 1995 15500 ورقم وفاكس بالاداره المركزيه لحمايه الاراضي، بعدد هناك المواطنين الشرفاء بنستقبل بعض الشكاوى، هناك تعديات في بعض مكان ما، بيتم التواصل فورا مع غرفه العمليات المشكله على جميع في مستوى الادارات الزراعيه 28 على مستوى الجمهوريه، وفي لجان ايضا متشكله في الادارات الزراعيه والمسؤولي حمايه الاراضي بالجمعيات الزراعيه بالتنسيق والتعاون المباشر بحكم المحلي والشرطه. مسؤولي جهاز حمايه الاراضي تم التنبيه عليه، كانت في الاجازه الماضيه كانت في شم النسيم وعيد القيامه المجيد، تم التواصل كان بيتواصل فورا مع اي شكوى، بيتوجه اللجنه مباشره بالمرور الميداني لازاله الازاله. طب ده احنا كمان بنشكر بقى المواطن المصري يعني لدوره كمان في الشكاوى. وكمان لو حضرتك تكرر الخط الساخن 19095 19561 15500 بنستقبل الشكاوى والتعامل فورا معها بتوجه اللجنه للازاله في المهد، لان الازاله في المهد كل للزراعه من مره اخرى، وده هدف رئيسي حضرتك. يعني انا اناشد من قناه كسرى نيوز لاخواتنا الفلاحين، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر، اقول لهم حافظوا على الارض الزراعيه، دي كنز، دي ثروه قوميه، حافظ عليها. وفي حضرتك وزاره الزراعه معالي وزير ادانا تكليفات بعمل ندوات وارشادات دائمه
وتوجيهات للاداره المركزيه للحمايه التراضي ومفتش حمايه التراضي بالتواجد بالتواجد على ارض الميدان وتوعيه الفلاح المصري باهميه كمان في توعيه يمكن غطيناها قبل كده يا دكتور انور. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور انور عيسى رئيس الاداره المركزيه لحمايه الاراضي. في توعيه يعني اخواتنا المزارعين بالادوات التكنولوجيه الحديثه في مراعاه الاراضي الزراعيه.